شغلي بدأ بان انا مثلا كلمت اخو جوزي وقلت له ان انا عاوز اشتغل، اللي هو علاء، بقول له عايز اشتغل اي حاجه، فهو بيقول لي انا شغال في، طبعا انا عارفه ان هو شغال في الدليفري، فقال لي تشتغل معايا في الدليفري، قلت له صعب، فقال لي ما تخافيش ما تقلقيش ان شاء الله خير وهتتعلمي بسرعه بسهوله. انا حطيتها في دماغي بصراحه، قلت طب انا هحتاج المكنه بتاعتك. فالمهم رحت سحبت كارد واخدت المكنه بتاعته ديت اللي انا شغاله بيها دلوقتي، وشغاله بيها عادي والحمد لله زي الفل، وتعلمت في 3 ايام السواقه وما فيش اي صعوبات ولا في اي حاجه، والناس كلها بتدعمني في الشارع والناس كلها يعني بتشجعني، وده اللي بيخليني محببني في الشغل اكتر، وده اللي بيخليني انا حابه ان انا انزل بصراحه. ظروفي بصراحه هي ظروف صعبه معايا، ان انا جوزي تعبان ومريض وغير قادر على العمل، وابني اختي برضو امه متوفيه وعايش معايا انا مربيها، فظروف صعبه معايا جدا يعني. فقلت ان انا اشتغل احسن ما امد ايدي لحد او اعمل اي حاجه غلط، والشغل مش عيب، انا عارفه ان هي شغلانه صعبه ودي شغلانه للرجاله بس، وعشان عاداتنا وتقاليدنا دي، عاداتنا وتقاليدنا دي حاجه على دماغي وانا ما اقدرش انساها، بس يعني دلوقتي انا مضطريه غصب عني لازم ان انا مثلا اشتغل احسن ما اعمل اي حاجه غلط، افكر في دي احسن من دي. بصراحه كان في هزار وكان في تريقه وكده من بعض الشباب، بس يعني حوالي مثلا 20% مش اكتر يعني، مش بالطريقه دي. فالحمد لله يعني ربنا برضو اكرمني ولقيت الناس كلها بتدعمني وكل الناس بتشجعني، فطبعا بقت 100% الحمد لله ان كل الناس بتشجعني، بدل ما 80% بقى الكل 100% بصراحه. سالت بقول للناس كلها عامه ان الشغل مش عيب ولا حرام، سواء كان سيده او فتاه او ايا كان، مثلا الشغل مش عيب ولا حرام. العيب مثلا يعني طب دلوقتي مثلا في ست عايزه تصرف، عايزه تعمل في مصاريف بيت، طب هتعمل ايه؟ معلش في الكلمه يعني تعمل حاجه غلط، هو ده اللي كويس وده اللي الصح، ولا مثلا تشتغل احسن وتعمل حاجه كويسه؟ هو الشغل مش عيب عامه، هو حضرتك مثلا بختار شيفتات لان دي باختياري انا مش باختيار حد، انا بيبقى قدامي الشيفتات مثلا معروضه وانا بختار منها اللي انا عاوزاه، بس يعني بختار الوقت اللي يناسبني. انا بقول للناس كلها انا الحمد لله يعني ربنا وفقني ونجحني بفضل ربنا ثم بدعواتكم يعني بتشجيعكم ليا. امنيتي ان ربنا يكرمني بامر الله، وعايز اطلع رخصه قياده عشان ما بقاش مقلقه يعني، بس هو المرور عامه المرور كلها يعني بصراحه بتدعمني وكلهم يعني ما فيش حد بيعترضني في اي حاجه، كلهم كويسين معايا، وبشكر رجال المرور اولا وعلى دماغي، بس برضو محتاجه للرخصه دي برضو ايه تبقى معايا، وعايز اعلم ابني الدراسه بس.